السلام عليكم ازيكم يا احلى متابعين يا رب تكونوا بخير معانا النهارده خبر جديد وهو جريمه في حفله المنصوريه وهستيريا ترعب بس قبل ما هنبدا بالتفاصيل اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعه ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصريه الان في ظل الاحداث اللي بيتعرض لها العالم العربي في ناس تانية وفي نطاق تاني بيعملوا حاجات غريبة من كام يوم في مدرسة انترناشونال اسمها AIS تويست الدولية طلابها ما كملوش 16 سنة قرروا يعملوا حفلة في فيلا في المنصورية في منطقة اسمها أبو رواش العدد كان ألف ولد وبنت واتفقوا مع بعض وجمعوا فلوس تمن شركة تنظيم حفلات اسمها بلس علشان تتولى أعمال الحفلة بالكامل والفيلا كانت مجهزة من جميع النواحي سواء أكل وشرب وخمور ومخدرات ومش بس كده ده الطلبه كمان قرروا يجيبوا رقاصه في الحفله وده اللي الواحد مستغربه ايه اللي يخلي طلبه في ثانوي يجيبوا رقاصه في حفله الحفله ابتدت والصوت كان عالي والشباب كانوا فاتحينها على البحري والشباب كانوا مهيبرين على الاخر ومحدش شايف التاني في الضلمه منطقه المنصوريه وتحديدا ابو رواش اللي فيها الحفله معروفه انها مليانه عرب وبدو والصوت كان عالي واستفزهم جدا وطلبوا من الامن اللي على الباب واللي كان عددهم قليل جدا انهم يخلصوا الحفله دي بدري علشان الصوت عالي منظمين الحفله شدوا مع الاهالي بالكلام ورفضوا انهم يخلصوا بدري وقالوا لهم ان الفيلا دي متاجره مخصوص علشان الحفله دي ومدفوع مدفوع فيها فلوس كتير والحفله مش هينفع تنتهي قبل ميعادها الكلام ما عجبش العرب وقالوا لهم قله الادب دي ما تحصلش عندنا هنا الشرب والمسخرة والرأس ده ينتهي دلوقتي حالا يا إما محدش فيكم يلوم غير نفسه الحرس بتاع الحفلة مسك في عرب المنطقة وبدأوا وبدأوا مع بعض بالخناق بالإيد في الأول العرب كانوا اتنين تلاتة وبعد لما خلصوا المشكلة مشوا وسابوهم وعرفوا الميعاد اللي هتخلص فيه الحفلة واتجمعوا كلهم قدام باب الفيلا واستنوا الطلاب تخلص علشان يهجموا عليهم وفعلا أول ما الحفلة خلصت وباب الفيلا اتفتح العرب طلعوا عليهم بالسلاح وضربوا كل الحراس الحفلة وبعدين دخلوا على الحفلة ضربوا الشباب منهم اللي كانوا أصلا مش شايفين من كمية الشرب وتعدوا على البنات وسرقوا كل اللي معاهم ولما حد كان بيعترض كان بيهددوهم بضرب النار اللي كان بيجري منهم كانوا بيجروا وراه ومش بيسيبوه ولما شوية طلبة ركبوا العربية بتاعتهم علشان يمشوا من المكان بسرعة العربية كانت بتتكسر بالشوم والأسلحة البيضة واتخطف منهم أكتر من واحد ولسه لحد دلوقتي محدش يعرف عنهم حاجة كتير من البنات اللي كانوا موجودين في الحفلة صوروا فيديوهات علشان يوثقوا حالة الرعب اللي كانوا بيتعرضوا ليها من أهالي المنطقة لكن وسط الزحمة والضرب اللي كان بيحصل قدر حد من الطلاب يكلم الشرطة وشرح لهم اللي بيحصل والموقف اللي بيتعرضوا له دلوقتي قوات الشرطة اتحركت لمكان الواقعة وقدرت تقبض على ستة من العرب اللي كانوا في المنطقة وشاركوا في الواقعة والتحقيقات شغالة على أربعة آخرين كانوا شركين في الواقعة واستدعت أيضا النيابة مالك الفيلا وكمان الشركة المنظمة للحفلة ووجهت للشركة اتهام تنظيم حفلة بدون ترخيص قانوني وأمني كتير من الناس هجموا أهالي الطلاب وقالوا إن دي قلة أدب وإزاي أب وأم يسيبوا ولادهم يروحوا حفلات مشبوهة زي دي وجاب اللوم عليهم في الأول وفي الآخر وقالوا إن اللي حصل ده هيضيع مستقبلهم وفي ناس تانية قالت إن الطلاب غلطانين علشان اللي حصل في الحفلة لكن ده عمره ما يكون سبب في الضرب والخطف والسحل اللي تعرضوا ومن هنا عايزينكم تشاركونا بآرائكم اللي انتوا عرفتوها عن حفلة المنصورية وفي النهاية إذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على أخبار حصرية الآن